طريح الفراش يرقد عبد الرحيم ويئن في صمت منذ أزيد من سنة، ورفيقه الوحيد بصيص أمل في عودة الروح إلى ساقيه. قريب العام ناني من راقد كيما كنكسر الواحد راه يعاني مدى بيه، لكن كش ما يلقى كش واحد ينصحه ولا يوريه ولا يتكفل بيه، هاي على ربي وخلاص. صرنا لك سيدو في طريق تمارس بين العلم قلنا تمارسك كان صايم مو متعصيام نورمال في رمضان دير باش بيه كروسا ما تما توعى على والو حتى تليفون انا قول شصرا هزيناه دينار السبيطار حيت الحمايه هزتو دينار السبيطار لتمارسك قعد فيها واحد سانك جور ولا ما على باليش. من تما المصطفى باشا ديريكت لارجي ادينا لارجي ضرب فيها واحد قريب واحد قفل فيها واحد الشراكه في مصطفى باشا. من تما ولاو سرحونا دا العمليه ايا قال لنا بريفيتور هذاك ان شاء الله بربي ها المشيه هذيك من عند ربي باهي ولي يوقف على رجليه مره واحده اخرى ولا هذيك حاجه تاع ربي ليسونسيا سرحونا. حدث سير قلب حياة الشاب وأرداه سقيما لا حول له ولا قوة بعد أن كان يضج بالحياة. المحسنين والناس اللي يعرفوا والناس اللي عندهم ومالي الخير يعاونوا، وكرنا الدواسان تشعوا كل دوسي ليمنا ودفعنا لتونس أنا قارعونهم يرشعونا. أي مدى بيه الواحد كش ما يلقى واحد عارف ولا شايف فايت عليه الحالة يورينا ولا يفهمنا ولا يتكفل. هنا ببلدية تمقيطا بأدرار يصارع عبد الرحيم وجع العدس بمرارة تفقده يوما بعد يوم طعم الحياة، فلعل الغد يأتي بالشفاء ويعود الفرح ليرسم البسمة على محيا تملأه الحيرة والحزن.